السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنكمل مع بعض إن شاء الله سلسلة شرح برنامج ستاد برو. آخر حاجة كنا اتكلمنا عن اللودينج وإزاي نحط اللودينج على المبنى بتاعنا، سواء اللودينج ده كان concentrated force أو كان distributed force. عرفنا إزاي نحطه ونحطه فين ونحطه إزاي. المفروض إن المحاضرة بتاعت النهاردة هنتكلم عن الأناليسيز، هنعمل أناليسيز للموديل بتاعنا ونشوف النتائج بقى اللي عندنا هتمشي إزاي. بس خليني بقى قبل ما اعمل اناليسز نبدا نراجع مراجعه بسيطه من اول ما اخدنا الكورس لحد دلوقتي. يعني النهارده هبدا اشتغل موديل كامل من الاول، من اول اوتوكاد، واعمله امبورت على الاستاد واخصص القطاعات واحمل واعمل كل حاجه، وفي الاخر نشوف الريزلت عليه ماشي ازاي. فخلينا نرسم موديل بسيط كده. مثلا كان بتاع غرفه، لو قلنا مثلا ان الغرفه اللي عندنا ديت عباره عن الاسبان بتاعها 15 متر، فهرسم 15 متر بالشكل دوت. تمام، ده السبان بتاع الغرفة، والطول بتاع الغرفة كان 20 متر، يعني كده 220. خلينا نمسح 20 متر، يبقى غرفة 15 × 20 بالشكل ده. الفرمات بتاعتي بتتكرر مثلا كل 5 متر، فهعمل اوفست 5 متر وهكرر الغرفة بتاعتي. تمام، حد كده في اي مشاكل؟ ما اعتقدش في اي مشاكل. تعال نجيب ال 3 دي من قائمه فيو. هروح اقول له هنا اختار لي الاس دبليو ايزومتريك، هيبقى عندي بالشكل ده. ارتفاع العمود عندي تقريبا 6 متر، فهقول 6 متر. هاخد العمود ده كوبي، احطه الناحيه التانيه. تمام، اكرر الاعمده دي كلها، اخدها كوبي واديها كل 5 متر على السبان بتاعنا. بعد كده هاخد الكاميرات المين ديت، ارفعها فوق العمدان، هقول له موف، واخدها احطها هنا اهوت. تمام، هاخد اول مداد ده برضو اقول له موف كده اهوت. سي المدادات عندي بتتكرر كل 5 متر، فهجيب البلان التوب فيو وهكرر، هعمل اوفست للمدادات دي كل متر، او اللي هي السكندري بيم كل متر. انا عندي غرفة الاسبان بتاعها 15 متر، في طول 20 متر، فيها سكندري بيم بيتكرر كل متر بالشكل ده. تمام، هجيب الثري دي بتاعي اهوت. ادي الغرفة 15 متر في 20 متر، والسكندري بيم ماشي فوق كل متر. خلصنا احنا الموديل بتاعنا، مخدش مننا 3 دقايق على الكاد. هعمل له بس بيرج وهقول له كلوز، وهقول له سيف از، سيف دي الكلام دوت اذر فورمات، اسيبه اس دي اكس اف فايل. تاني بقى بعيد في الموديلنج، ان احنا بنرسم باي خط، بنرسم من غير لاير، وبنرسم في اي مكان في صفحة الكاد. الموضوع ما بياخدش معانا وقت زي ما انتم شايفين. وخلصنا رسم الموديل بتاعنا في اقل من 3 دقايق. اسمي ده مثلا، اسميها روم 00 واحفظها دي اكس اف. هقول له سيف، هقفل الفايل. لازم اقفل الفايل بعد ما اخلص. بيقول لي عايز سيف ودي دبليو جي، هقول له لا. خلاص بقفل الكاد، انا كده مش محتاج منه اي حاجه خالص. بروح على الاستاد، بفتح الاستاد، بقول نيو بروجكت، وبختار سبيس لان انا بشتغل 3 دي، واسمي الفايل بتاعنا روم 00. بروح على اللوكيشن، عايز احطه هنا مثلا مفيش مشاكل. بختار الوحدات بتاعتنا بالميتر، الوحدات بتاعت الطول، واختار وحدات الفورس بالمتريك تن، وبقول له نيكست، وبقول له اد بيم فينيش. خلاص فتح معايا الاستاد زي ما احنا متعودين. هروح على قائمة فايل وهقول له امبورت، هقول له 3 دي دي اكس اف. تعالى عايز 3 دي دي اكس اف، هختار الفايل بتاعي انا كنت مسيبه فين. هنا ادي روم 00، هقول له اوبن، هقول له الواي اب، وهقول له اوكي. الوحدات بيأكد عليا تاني، بيقول لي اللينس بقول له بالمتر، والفورس بالمتريك تن، وهقول له اوكي. تمام، بيبدأ يجيب لك المبنى بتاعك كله كامل 3 دي زي ما احنا شايفين. بخش بقى على القمة بتاعتنا اللي احنا بنشتغل منها، السيت اب. بكتب هنا الجوب نمبر، اخليها مثلا جوب رقم 1، كلاينت اسميه مثلا اي حاجة، جوب نمبر 1. هنا الجوب اسمي اسم المبنى بتاعنا اللي هو روم، الكلاينت مثلا اسمي اي حاجة
زي ما انت عايز حسب المشروع عندك. ريفيجن زيرو ده اول ريفيجن، الريفرنس بتاعك اي حاجة، الانجينير اكتب مثلا اسمك هنا مثلا اي حاجة وخلاص. دي المعلومات بتاعة المشروع بتاعك، ومين يتسكر، وهنا التاريخ، تمام مفيش مشاكل. خلصت السيت اب، بخش على الجيومتري. انا اوريدي راسم المبنى بتاعي في الكاد، فمش محتاج اعمل حاجة في الجيومتري. بعد كده بخش على الجنرال تحت منها، بعد كده بختار في الجنرال اول وحاجة اللي هي البروبرتي. هنا بختار القطاعات بتاعتي. انا هنا مثلا هشتغل العمدان اتش اي اي، والمين بيم اتش اي اي، والسكندري بيم هختاره اي بي اي. فهيجي على يوروبيان، واقف على الاي بي اي، هشتغل مثلا السبان بتاع السكند بيم عندي 5 متر، فهختار مثلا اي بي اي 240، تمام ممكن سايب معايا الدنيا هتبقى حلوه. هاجي اقول له اد. بعد كده هختار الاعمده، اعمده هختارها اتش اي اي 300. طبعا الاختيارات بتاعت القطاعات دي زي ما قلنا قبل كده بتيجي مع كتر الشغل وبتيجي مع الخبره، انت بتبقى حاسس ده ممكن يطلع كام. الاسبان بتاع المين بيم 15 متر، فما اعتقدش هتبقى اقل من اتش اي اي 600، فخلينا انا نختار اتش اي اي 600. اتش اي اي 600 اهيت، واقول له اد. انا كده حطيت الثلاث قطاعات اللي انا هشتغل بيهم، دوت قطاعات السكندري بيم، وده قطاع الاعمده، وده قطاع المين بيم. خلينا نخصص بقى القطاعات ديت. هقف على الاي بي اي 240، هجيب التوب فيو واعلم على المبنى كله، وبعد كده اجيب ال 3 دي، ادوس على الكنترول، اشيل اللي انا مش عايزه، انا مش عايز الاعمده ديت كده. معلم على السكندري بيم كله، واقف عليها قبل ما اعلم. بعد كده اقول له اساين تو سيلكتد بيمز، يعني اعمل لي اساين للكاميرات اللي انا معلم عليها، واقول له اساين. بعد كده هقف على الاتش اي اي اللي هي بتاعه الاعمده، واجيب الفيو دوت، واروح اعلم على الاعمده هنا، تمام. اجيب ال 3 دي هلاقي نفسي معلم على الاعمده كلها، فهقول له اساين تو سيلكتد بيمز. بعد كده فاضل المين بيم، هجيب برضو الفيو دوت، هاجي اعلم كده في النص على المين بيم، هلاقي نفسي معلم على كل المين بيم، هقول له اساين تو سيلكتد بيمز، واقول له اساين، واقول له يس، تمام كده علم على المين بيم كله. عايز اشوف انا الدنيا عندي عامله ازاي. هجيب الريندر هنا من 3 ريندر فيو، هلاقي عندي المبنى بتاعي هو، تمام. ادي الاعمده، وادي المين بيم، وادي السكندري بيم زي ما احنا عاملين، تمام. خلينا طيب كده خصصت القطعات. المفروض هنا في السبيكس هنا المفروض بعمل حاجات، بس خليها دلوقتي انا هاجلها شويه. هخش على السبورتات، هاجي في السبورتات، هاجي بقول كرييت، واختار هنا عندك فيكسد او بيند حسب ما انت هتشتغل. انا بختار بيند اللي هي السبورت الهنجل، باجي بروح قايل له اد، تظهر عندي هنا، بروح اقف عليها وبختار الفيو دوت، واعلم على كل السبورتات اللي تحت، بجيب ال 3 دي بلاقي نفسي معلم على كل حاجه، واقول له اساين تو سيلكتد نودز. كده انا خصصت القطعات وحطيت السبورتات. الخطوه الثالثه اللي هي خطوه اللودينج، بقف تحت بعض هنا زي ما احنا قايلين، البروبرتي والسبيكس والسبورتات واللود. خلصت كل الكلام ده، بخش على اللود، بختار عندي كام حاله تحميل. عندي تقريبا حالتين، الغرفه دي اندور فما فيش عندي ويند لود، فعندي بس ديد لود وعندي لايف لود. بقف على اللود وبروح قايل له اد، بضيف حاله تحميل. اول حاله تحميل اللود طيب بسميها ديد، وهنا بكتب ديد لود وبقول له اد. بعد كده حاله التحميل الثانيه بسميها، بختارها ان هي لايف، وبسميها هنا بيجي يقول لك سيف، فاحنا بنقول له سيف كل شويه. الفايل كنا مسمينه روم، بقول له سيف ريبليس يس. بسمي الحاله الثانيه اللي هي لايف لود وبقول له اد. حطيت حالتين التحميل بتوعي. بعد كده باجي بعرف الكومباينيشن بالمره وانا واقف، بقول له ديفاين كومباينيشن. الكومباينيشن انا هشتغل مثلا ديد لود زائد لايف لود. بعد كده باجي بختار الحالتين ديد و اللايف، ودي من الناحيه الثانيه واقول له اد. طيب في ايه في الديد وفي ايه في اللايف؟ ده اللي هنبدا نحطه دلوقتي. باجي بقف على حاله الديد وباجي بقول له اد. اول حاجه دايما بختار السيلف ويت زي ما قلنا اخر مره وبقول له اد. تاني حاجه
بروح اختار الممبر لود. انا ماشي عندي المدرج، خلينا نقفل ده كده ونشوف اللودنج اللي عندنا ايه. دي غرفة هتتصب من فوق خرسانة بقيمة 10 سنتي، يبقى انا عندي فين الديد لود؟ 10 سنتي خرسانة. 10 سنتي خرسانة عاملين حوالي 250 كيلوجرام على المتر المربع، بلس ان انت عندك قول تقريبا في 150 كيلوجرام فينيش، يعني انت عندك 400 كيلوجرام على المتر المربع ديد لود بس. طيب تعالى نحطهم، هل نحطهم في حالة واحدة ولا في حالتين؟ براحتك ومش هتفرق. خلينا نحط حالتين عشان نبقى برضو ايه فاهمين الدنيا. هاجي اقف على الديد واقول له اد ممبر لود يونيفورم فورس، هقول له في عندي سالب 250 كيلو جرام على المتر المربع، دول اللي هم بتوع الخرسانة. هاجي اقول له اد، بعد كده في عندي الفينش اللي فوق سي 150 كيلو جرام على المتر المربع. كده خلصت الديد لود. هاجي اقف على اللايف لود وهقول له اد. طيب اللايف لود ده اجيبه منين؟ قلنا ان احنا المفروض بنخش الكود بنشوف الاستخدام بتاع المبنى بتاعنا عامل ازاي. زي مثلا ان ده هنقول مكاتب مثلا فوق، ولا هنقول مثلا اي حاجه. فاحنا خلينا نفترض ان اللايف لود اللي عندي في الحاله ديت هو 250 كيلوجرام على المتر المربع، فهقول له سالب 250 كيلوجرام على المتر المربع. كده انا حطيت اللود اللي عندي كله هنا اهوت. المفروض بعد كده اخد اللود دوت اخصصه احطه هنا اهو. طيب بعمل ايه؟ انا اللود قلت هحطه على السكندري بين، فبرجع على البروبرتي واروح اقف على الاي بي اي 240 اللي هي السكندري بين، وبرجع على اللود بعلم بس عليها واقف على كل لود واقول له اساين تو سيلكت بيمز. اسيب السيلف ويت دلوقتي لان السيلف ويت المفروض هيتحط على المبنى كله، فهاجي هقف على اللود سالب 250 واقول له اساين تو سيلكت بيمز. هاجي اقف على اللود اللي بعده واقول له اساين تو سيلكت بيمز. هاجي اقف على اللايف لود واقول له اساين تو سيلكتد بيمز. السيلف ويت ما بفضلش احطه دلوقتي، ليه؟ في حاجه ما اتكلمناش فيها قبل كده، وهي ان الاستاد المفروض ما بيقراش منبر طويل كده من الاول لحد الاخر. يعني ايه هندسه؟ يعني اي 2 منبر متقاطعين لازم يكونوا متقطعين، يعني ما ينفعش المين بين تبقى ماشيه كلها كده من الاول لاخر، لازم تكون متقطعه عند كل سكندري بين. طيب الكلام ده انا احله ازاي؟ ينفع، كان ينفع في الاوتوكاد وانا برسم اجي ارسم السكندري بيم ارسمها خط من هنا لهنا، وارسم خط تاني من هنا لهنا، وارسم خط تالت من هنا لهنا. بس الكلام ده ممكن ياخد منك وقت في الاوتوكاد. احنا هنا على الاستاد المفروض الموضوع بيبقى سهل وبسيط. باجي بعمل ايه؟ باجي معلم على المبنى كله بتاعي مرة واحدة، بعلم على المبنى كله بتاعي مرة واحدة، وباجي من قائمة جيومتري وبروح اقول له ايه تحت، بقول له intersect selected members، يعني اقطع كل 2 منبر متقاطعين مع بعض، مع السيلكتد ممبرز، مع اللي انت معلم عليهم بس، واقول له intersect. بيقول لي اختار tolerance، يعني حتى لو الممبر بينه وبين التاني مثلا 5 سنتي، اروح انا اجي اقول له ايوه خلي مثلا التوليرانس عندك 5 سنتي، لانك ممكن تكون في الكاد ممكن يكون ممبر مش ضابط مش جاي مع ممبر تاني، في فرق بينهم، فانا بختار توليرانس 5 سنتي، بحيث اي ممبر بينه وبين التاني 5 سنتي برضه يروح قاطعهم مع بعض، واروح قايل له اوكي. اول ما بعمل كده بيقول لك في 118 نيو بيمز كرييتد. لما تيجي هتبص هنا هتلاقي كل سكندري بيم اتقطعت بينها وبين المين بيم، وبرضه نفس الكلام المين بيم متقطعه بينها وبين السكندري. ده لازم لازم تعمل الخطوه دي، لانه كده مش هيحس ان في كاميرا ماشيه قاطعه الكاميرا الثانيه. هعمل كنترول زد وارجع تاني اعمل الكلام ده. المفروض ان انا بعمل ايه؟ المفروض ان انا ما يبقاش عندي الممبرز كلها ماشيه كده من الاول لحد اخر، لازم تكون متقطعه. فبعمل ايه قبل ما بعمل، قبل ما بحط السيلف ويت وقبل ما بعمل اي حاجه؟ باجي بعمل بعلم على المبنى بتاعي كله مرة واحدة عشان اقطع كل المبنى، اخلي كل 2 منبر متقاطعين. باجي بعلم عن المبنى بتاعي كله، وباجي عند من قائمة جيومتري واجي اقول له intersect selected members واقول له intersect، واجي هنا اختار tolerance هقول له مثلا سي 5 سنتي واقول له اوكي. كده قطع لي كل حاجة بقت متقاطعة مع الحاجة اللي ماشية عليها. برجع تاني عند اللود وهنا بقف على السيلف ويت واقول له اساين تو فيو، يعني خلي السيلف ويت للمبنى بتاعي كله. حاجه تانية
مفروض نعملها. لما انا جيت قلت هنفوت السبيكس دلوقتي فخلينا نرجع ليها تاني. انا المفروض الوصله ما بين السكندري بيم دي والوصله ما بين المين بيم دي عباره عن سيمبل بيم عاديه، عباره عن سيمبل بيم، يعني ما فيش مومنت في الاول وما فيش مومنت في الاخر، وصله شير عاديه. طيب يبقى انا لازم اجي اعمل ريليز للمومنت في الاول وفي الاخر عند كل المين بيم. بعمل من الكلام ده باجي من تاني زرار هنا من السبيكس واجي اقول له، بدوس عليه بيظهر لي البوكس اللي على اليمين وباجي اقول له بيم، بختار ان انا اعمل ريليز في الستارت، هعمل ريليز للام زد اللي عندي واجي اقول له اد، وهاجي هعمل نفس الخطوه بس هقول له في الاند برضو للام زد واجي اقول له اد. تمام. بعد كده المفروض اروح اعلم على المدارات كلها، باجي من البروبرتي واروح اختار المدارات، برجع هنا للسبيكس بقف على start واقول له assign to selected beams، واقف على ال end واقول له assign to selected beams، بلاقي العلامة بتاعة الريليز عندي ظاهرة هنا. ده ليه؟ ده عشان اخلي الكاميرا دي عبارة عن simple beam، مفيش هنا مومنت بس عندي شير فورس هنا عشان اصممها كأنها شير كونكشن. تمام كده انا المفروض خلصت القطاعات كلها وعملت برضو الريليز. الريليز ده بعمله بعد لما اقطع المبنى كله، ليه؟ عشان يبقى يقطع لي كل ممبر كل بيم لوحدها. خلاص وحطيت السبورتات وحطيت اللودنج اللي عندي، ادي السيلف ويت على المبنى كله، وادي الديد لود 250 كيلو بتوع الخرسانة و150 كيلو بتوع الفينش، وادي اللايف لود 250 كيلو، وادي الكومباينيشن انا عملتها سمبل ديد لود زائد لايف لود. بعد كده خلصت هنا الجنرال، الماتيريال عندي في اخر زرار دي كلها ستيل خلاص مفيهاش مشاكل. بعد كده خلصت الجنرال بخش على انالايز اند اناليسيز اند برنت، باجي من هنا اختار اول واقول له اد، وادوس عليها مره واحده بس بلاقي يظهر عندي هنا بيرفورم اناليسيز برنت اول، واجي اقول له كلوز. الخطوة اللي بعد كده اللي هي المفروض جديدة النهاردة ان احنا هنعمل analyze، باجي من فوق هنا واقول له run analysis، بيقول لي save، بقول له save، بلاقيه بيعمل analysis. المفروض عندي زيرو ايرور، في عندي warning واحد، خلينا بس نبص عليه، هنبقى نتكلم بعد كده في الموضوع بتاع ال warning وال error دوت. خلينا analyze run analysis. باجي بروح على البوست بروسيسنج مود، بقول له هنا تحت في عندي ثلاث اختيارات، فيو اوت بوت فايل او جو تو بوست بروسيسنج مود او ستي ان موديلنج. باجي بقول له لا، اروح على البوست بروسيسنج مود. بختار البوست بروسيسنج مود، بيقول لي اللود اللي عندك، انت بتختار ديد لود ولايف لود وديد زائد لايف، فبتقول له اوكي. بيظهر عندك الشكل دوت، ده بتاع البوست بروسيسنج. تعال بقى النهارده بقى نشوف ازاي نشوف الريزلتس اللي عندنا. خلينا نخش في كذا طريقه ان انا اشوف الريزلتس اللي عندنا. عندك هنا فوق الاكسيال فورس، وعندك الشير فورس، وعندك الشيف في اتجاه زد، وعندك ام اكس وام واي وام زد، وعندك هنا الديفليكشن. طيب انا واحد عايز اشوف المومنت شكله عندي عامل ازاي. المومنت اللي عندك اللي هنا هو الام زد، فباجي بقف على الام زد بلاقي ده شكل المومنت اللي عندي. طب تعالى نظهر فريم واحد ونشوف عليه كل حاجه بدل عشان ما تكونش الدنيا زحمه هنا. خلينا نقفل الام زد، باجي هنا من التوب فيو بختار الكاميرا الفريم دوت وبقول له فيو سيلكتد اوبجكت اونلي، وبختار الشكل ده. ادي فريم واحد انا اظهرته عشان اظهر عليه كل حاجه. طيب تعال اول حاجه نشوف الديفليكشن. لو جيت بصيت على الديفليكشن هنا، ده الديفليكشن اللي طالع. طيب الديفليكشن شكله هنا صغير، اكبر السكيل بتاعه منين؟ باجي من هنا من عند المثلث اللي فوق دوت مكتوب عليه سكيل، وباجي اول حاجه اعملها باجي بدوس على apply immediately، بدوس على apply immediately، وباجي بختار انا عايز اغير اي سكيل، انا عايز اغير السكيل بتاع الديسبليسمنت.
بصغر الارقام اللي هنا عشان يكبر لي السكيل. طول ما انا عمال اصغر بيظهر عندك هنا ان هو ايه بيكبر، فانت تقعد تصغر الارقام، بس لازم تكون دايس على ابلاي immediately، وبكبر كده هو بيظهر وبقول له اوكي. ده شكل الديفليكشن اللي جاي على الفريم. طيب القيمة بتاعت الديفليكشن دي كام، اجيبها منين؟ بنيجي هنا من قائمة results وباجي بقول له view value، يعني وريني القيم، وباجي هنا على البيم results وباجي displacement بقول له الماكسيمم resultant، بدوس عليها وبقول له annotate وبقول له close. بيظهر لك هنا، بعمل زوم بالعجلة بتاعة الماوس، بيظهر لك هنا القيمة بتاعة الديفليكشن. يعني انت عندك هنا الماكسيمم ديفليكشن في حالة ديد لود زائد لايف لود 61 مللي. طب هل القيمة دي اوكي ولا لأ؟ بعرف منين؟ المفروض ان ده اللي طالع معاك هنا هو الاكتوال ديفليكشن. انت ده الديفليكشن بتاع الديد، هنا بغير من فوق الديفليكشن بتاع كل كيس. ده الديفليكشن بتاع الديد لود، وده الديفليكشن بتاع اللايف لود، وده الديفليكشن بتاع الديد زائد لايف. طيب انا المفروض بقارن بقى القيمه دي بالقيمه الالاوبل حسب الكود ما بيقول لك عليها. الكود بيقول لك ان بتاخد السبان بتاعك على 260 او 240 حسب الفينش اللي فوق، فانت بتقارن دي القيمه الاكشوال اللي طالعه بالالاوبل ديفليكشن حسب الكود اللي انت شغال بيه. تمام. طيب ده الديفليكشن، باجي بظهر المومنت، بدوس هنا على ام زد، بيرسم لي شكل المومنت. مش محتاج ان انا اغير السكيل بتاع المومنت، هو تمام، ممكن بس اصغره شويه. بدوس برضو على سكيل وبقول له برضو ابلاي، وبقول له البندنج في اتجاه زد، بس بكبر عشان يصغر كده معايا، وبقول له اوكي. تمام. بعد كده بختار، باجي من قائمه ريزلتس وبقول له فيو فاليو، وبقول له البيم ريزلتس. هنا بشيل اللي تشيك بتاع الديفليكشن، لان انا مش ظاهر الديفليكشن، انا ظاهر البندنج. بيقول لك انت عايز البندنج فين، هل في الاند ولا في الماكسيمم ولا في الميد بوينت. انا بختار الماكسيمم وباجي بقول له انوتيت، بيظهر لك برضو شكل. بعمل زوم وبشوف شكل المومنت عندي عامل ازاي، 51 طن متر في النص، ده الماكسيمم. طيب لو انا عايز المومنت هنا عشان اصمم الوصله ما بين الفريم، عشان مصمم الوصلة ما بين المين بيم والعمود، ده شكل المومنت اللي عندك 14.05. تمام. طيب تعال نظهر شكل الشير. باجي بقف، بعمل بس زوم اوت وباجي بقف على الاف واي. تمام. ده شكل الشير اللي ظاهر عندك. بقف هنا، هنا بختار انا عايز اظهر ايه، وبعد كده بروح على results view value واختار اظهر القيمه ازاي. برضو بيم ريزلتس، بشيل من على البندنج وبخش على الشير وبقول له الماكسيمم وبقول له انوتيت وبقول له كلوز. ظهر عندي ادي الماكسيمم شير هنا 16.4 طن، وبيبدا يقل معاك في النص بزيرو عند الماكسيمم مومنت. تمام. وهنا الشير تحت 2.34. تمام كده عرفنا ازاي نشوف الديفليكشن والمومنت والشير، وده اذا في اكسيال فورس هنا اللي هو النورمال فورس. تمام. طيب اقفل كل الكلام دوت وخلي الفريم بتاعنا زي ما هو. طيب هل في طريقة تانية يا باشمهندس اقدر اجيب منها الشير والماكسيمم، اجيب منها الشير والمومنت والكلام دوت من غير ما اقعد ادوس هنا واجيب كده؟ اه ممكن. منين؟ باجي من هنا على الجنب، بختار بيم وبقول له جرافس. بيظهر عندك هنا ثلاث جداول هنا على جنب. باجي بقف على الكاميرا اللي انا عايز اشوف عندها الكلام، انا عايز اشوف مثلا هنا عشان اصمم وصله. باجي بعلم على الكاميرا دي، على الكاميرا دي بيظهر لك هنا الام زد، وبيظهر لك هنا شير، وبيظهر لك هنا النورمال فورس في حاله ايه، في حاله الديد لود. طيب لو انا عايزها في حاله اللايف لود، باجي اختار اللايف لود، بيظهر عندك الثلاث حاجات زي ما هم. باجي في الديد واللايف بختار الكلام دوت. طيب وانا عايز اظهر هنا تحت عند العمود، باجي اقف على الكاميرا بتاعت العمود كله، بيظهر لك هنا المومنت تحت بصفر، والمومنت فوق 21.6، وهنا الشير على العمود شكله عامل ازاي، وهنا النورمال فورس على العمود شكله عامل ازاي. طيب تعال نجيب المبنى بتاعنا كله نرجعه تاني من هنا، من فيو اول، من ديسبلاي اول استراكشر، بيظهر لك المبنى بتاعك كله. طيب تعال نبص على السكندري بيم اللي انا كنت عامل ليها ريليز اشوف عليها مومنت ولا لا. باجي بقف على اي سكندري بيم كده، بلاقي السكندري بيم بالفعل المومنت بتاعي
سيمبل بي، مفيش مومنت في الاول ولا في الاخر، مجرد سيمبل بيم عاديه. وادي الشير فورس، هي بس عليها شير فورس 1.7. يبقى انا لما اجي اصمم الوصله ما بين السكندري بيم والمين بيم، بس الفورس اللي عندي هي 1.7 شير في اتجاه واي، وما عنديش نورمال فورس، والمومنت عندي في الاول بصفر. تمام. دي طريقه تانية، بقف بقى على اي كاميرا وبتشوف الدنيا اللي انت عايزها. باجي بقف في النص مثلا عشان اشوف الماكسيمم مومنت شكله عامل ازاي. تمام. وباجي بقى هقف في الاول عشان اشوف الدنيا عندي عامل ازاي. دي الطريقه عشان تجيب بيها كل الكلام ده. يبقى يا اما بختار من هنا بقف على الاكسيال فورس وبيطلع عندك الاكسيال بتاعت الدنيا كلها، او بختار الديفليكشن، او بختار اي حاجه انا عايزها وبروح اجيب القيمه من ريزلتس فيو فاليو، او باجي من هنا من على الشمال بختار بيم وبقول له جرافس واقف على اي بيم انا عايزها، بيظهر لك هنا كل حاجة خاصة بالكاميرا دي، سواء المومنت بتاعها او الشير بتاعها او النورمال بتاعها. تمام. تمام، دي كانت المحاضرة اللي هي بتاعة الاناليسيز. اتمنى نكون احنا عرفنا نعمل ازاي اناليسيز وازاي نشوف القيم اللي عندنا. ان شاء الله المحاضرة الجاية هنبدأ نشوف ازاي نخلي الاستاد يعمل تشيك على القطاعات. ان شاء الله المرة الجاية هنحاول نشوف البرامترز بتاعة الديزاين، ونحاول نفهم كل بارامتر هو بتاع ايه وبنعمل بيه ايه، وازاي نخلي الاستاد يعمل تشيك على القطاعات. اتمنى تكون المحاضرة مفيدة النهاردة، وعرفنا ازاي نشوف الاناليسز ونشوف